ثلاث ورقات هيغيروا حياتك للأبد، هيشدوا البشرة من التجاعيد، وكمان هيشيلوا أي تصبغات، أي بقع، أي مشاكل في البشرة. بجد هيفتح بشرتك وهينورها من أول استعمال، لأنه فعلا مليان بالكولاجين والفيتامينات اللي هتخلي البشرة فيها نضارة وهينورها بشكل طبيعي وملحوظ. من أفضل الحاجات اللي ممكن تستخدميها في حياتك. بجد ثلاث ورقات بس هيدوكي النتيجة المطلوبة، هيخلي بشرتك صافية ما فيهاش أي مشاكل، هيخلي البشرة بتلمع وزي اللؤلؤ. بجد حلوة جدا ووصفة سهلة وبسيطة وكمان هتعجبك. اهم حاجة ما تنسيش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. شيري الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا، وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. ويلا بينا نشوف الوصفة. كل اللي احنا هنعمله هنجيب معانا 3 ورقات من النعناع، واهم حاجة انه يكون فريش زي ما انتم شايفين كده. تمام، فريش فوائده احسن واحلى وكمان اقوى. فانا هجيب كده 3 ورقات، وممكن كمان على فكره تزودي لو انت حابه يكون الوصفه قويه شويه. انا هاخد كده حوالي 3 ورقات، والورقه طبعا ما شاء الله كبيره، يعني ممكن تعملي كميه صغيره زي ما انا عامله كده. يعني انا دلوقتي هعمل كميه على قدي، وممكن انت تعملي كميه اكبر، تضيفي مثلا حوالي 5 أو 6 ورقات لو انت حابه تعملي كميه كبيره شويه. هنا هجيب معايا حوالي نص كوبايه من الميه، نص كوباية من المية، وهرفعهم على النار لحد ما النعناع ينزل فوائده في المية، وكمان المية يبدأ لونها يتغير يبقى لون اخضر كده فاتح. بجد فوائده تحفة يا بنات، قسما بالله احلى حاجة ممكن تستخدميها للتجاعيد، للتصبغات، للبقع، للكلف، كمان لبشرة بهتانة، لبشرة مرهقة. استخدمي الماسك ده، الماسك ده مش هيكلفنا حاجه، وخصوصا ان مكوناته خفيفه جدا، يعني بالظبط ممكن 3 أو 4 مكونات بالكتير قوي. بصوا هنا بعد ما غيري خلاص، انا كل اللي انا هعمله هشيل بس الورق وهسيب الميه زي ما هي. بصوا ما شاء الله الميه صافيه جدا، وعشان كده بقول لك هيبقى احلى بكتير لما تستخدمي النعناع الفريش في الاستخدام وكمان في الفوائد. تمام كده، كل اللي انا هعمله هركن دي كده بس ثواني على جنب، وهجيب حوالي معلقتين ميه من الحنفيه، معلقتين كده ميه من الحنفيه. تمام، مش اكتر من معلقتين، يعني حوالي اقل بكتير من ربع المج. تمام كده، وهضيف فيها معلقه مليانه من النشا. تمام، وحاولي دوبيهم في الميه اللي هي من الحنفيه بالشكل ده. ليه الخطوة دي؟ علشان لما اجي احطه في المية بتاعت النعناع وهي سخنة ما يبقاش مكتل معايا، انا عايزة النشا يبقى صافي. فكل اللي انا هعمله هدوب النشا بالشكل ده في المية الفترة او مية من الحنفية، وهبدأ ان انا انزلها في المية بتاعت النعناع زي ما انتوا شايفين. تمام، وابدأي قلبيه بالشكل ده. بصوا انا عايزه اوريكي حاجه، هو اساسا بقى عامل زي الجل في ساعتها. بصوا يعني مش محتاج ان انت تحطيه على النار، فانت اعملي الخطوه دي وهي لسه سخنه، يعني زي ما انا عملتها في ثواني كده ما خدتش وقت. تمام كده، قلبيهم بقى عشان ما يتكتلش. بصوا بقى صافي ازاي وناعم معايا، بجد تحفه. شايفين؟ هنركن بقى دي كده على جنب لمجرد ثواني. هنا بقى بعد ما سبتها هديت شويه هبدا انزلها. بصوا في الطبق بتاعي، بصوا شايفين نعومتها، شايفين ما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجه، ناعمه جدا جدا زي ما انتم شايفين. بصوا قمر وخفيفه جدا. هنا بقى هضيف عليها حاجه بسيطه جدا من زيت اللوز الحلو، نقط كده بسيطة، يعني حوالي 10 نقط من زيت اللوز الحلو. ممكن تستبدليه يا بفيتامين اي، او ممكن تستبدليه بعسل النحل لو متاح عندك. بجد حلو قوي، بس زيت اللوز طبعا من الحاجات الجميلة اللي بتشد التجاعيد، وكمان بتدي نضارة للبشرة وبتفتح البشرة جدا، وخصوصا لو عندك خطوط تعبيرية حوالين العين. بجد من الحاجات القوية جدا في شد البشرة. هنا انا قلبت زيت اللوز مع الخلطة بتاعتي، وهبدأ أضيف عليها معلقة من الحليب البودر، معلقة كده من الحليب البودر. والحليب البودر هنا ما ينفعش أحطه وهو الخلطة سخنة. تمام،
حليب البودر هنا تحطيه بعد ما تلاقي الخلطه هديت معاكي. وهبدا بقى اقلب كويس قوي، اهم حاجه ان انت تنعميلي الخلطه هنا كويس. فانا بحب بصراحه اقلب بالمضرب ده علشان خاطر بينعملي الوصفه كويس. فهبدا كده اقلبه، بصوا شايفين بقت ناعمه ازاي في ثواني. وهبدا اضيف عليها حاجه بسيطه جدا من جل الصبار، وجل الصبار من الحاجات اللي بتدي ترطيب قوي جدا وبتنعم البشره وبتفتح البشره جدا، كمان بيخلي البشره فيها ترطيب عميق. فهنا هبدا بقى اقلب كل الخلطه بتاعتي، ومعاكي احلى ماسك ممكن تستخدميه في حياتك. هنا الخلطه ممكن ان انا ابدا اشيلها في علبه وابدا استخدمها يوميا، بجد حلوه جدا جدا كماسك يومي، يدي انتعاش وكمان يخلي البشره فريش قوي، ده غير ان كمان هيفتح البشره جدا وهيشيل كل التصبغات والبقع والكلف، وهيشد البشره من التجاعيد ومن اي اثار حبوب. تمام كده، بصوا هنا بعد ما بردت ما بقتش سخنه، وده اهم حاجه، بتبداي بقى تستخدميه كجل للبشره. وزي ما قلت لكم طبعا تقدري تستخدميه يوميا، ما فيش اي مشكله، من الحاجات الحلوه والخفيفه جدا جدا على البشره. بتسيبيه من حوالي ربع ساعه لنص ساعه لحد ما يجف كده ويبدا يخلي البشره مشدوده، وبعد كده ابداي اغسليه. بجد من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدميها، وكمان من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدميها، ده غير ان كمان من اقل المكونات، يعني بحوالي 3 او 4 مكونات بالكتير، وكمان نتيجتها خرافيه. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لي احلى لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. شيري الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا، وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وشيروا الفيديو عشان كلنا نستفيد. باي باي.